يا ودي قالوا لي راه مسكراه بذهب برد دبر، يا ودي قالوا لي راه بمليارات مش مليارات. الام فرطت في ولدها من اجل الذهب على خاطر كان يعني خرجوا له عينيه، معناتها خرجوا عينيه عمو زوز من كثر الضرب على راسه تكسر الشبكه. راه ولدي ركبت ما تزوج لي بعرض الدنيا، راه ما تزوج لي، راه ما تزوج لي بجاه ربي الحسن، راني تو بركه جايب الكرجاني ما يقبلونيش، نمشي لاي منطقه ما تقبلنيش، قابل كل جمهوريه ما يقبلنيش، انا اللي ركبت، انا اللي اشوفها معاي ما يساعدوه. السلامة. قداش عمرك؟ عمري 32 سنة. شنو مشكلت؟ مشكلتي يخطفوا لي ولدي ويطلعوا به كنز. شكون خطفوا؟ جدة تفلة ضايع باي مرتي، مرتي معاهم اختها، رجل اختها اللي هو عامل تو براكاج بعد ما يستكمل القضية ذي، يعمل براكاج يهرب للحاكة يتوقف تو في المرناقية، هنا يخطفوا لي ولدي. احكي لي الحكاية، أنا تويك أحب نفهم الحكاية بالضبط شنو هي. الحكاية نسكن في الجيارة هنا سيدي حسين، يجوني يجيني خالته وراجلها، يجوني بلغة استضيافة، ضيفهم بعد ما ياكلوا لازم ما عندي، ياكلوا لازم ما عندي، يطلبوا استدعاء ابني الوسطاني عمره اسماعيل اللي هو عمره 3 سنين، يطلبوا استدعاء للاستضيافة، هذا قبل رمضان ب 15 يوم يطلبوا استضيافة. هنا عند خالته تسكن في سيدي حسين في بيلي هي وراجلها، انا نسكن في جيارة جامع بليل، بعد ما هزوا ولدي ما عندي باستضيافة. وين هزوا؟ هزوا باستضيافة سيدي حسين على اساس ولدي ضيف. خالته راهي ذي اخت امه ومرتي الاولى معاهم. علاش هزوا؟ هزوا بلغة استضيافة باش يضيفوه. هزوا مرتي قبل رمضان بنهار تكبش وتموت باش تروح. تكبش وتموت اللي هي تحب تروح للبلاد لسبيبه، لان انا اصلي من سبيبه. تكبش مرتي وباش تروح باش للبلاد. بعد ما تروح مرتي البلاد تهز الطفله ضايع، تهز الطفله ذي وتروح تخلي الطفل الاخر عند اسماعيل عند اختها. عند اختها. 5 ايام في رمضان نسمع باسماعيل اللي عند اختها في سيدي حسين، نسمع به في سبيطار القصرين. نخلت لسبيطار القصرين. شو عملوا له؟ شبيه حالة ولدي، دخلت نلقى عمولي عينيه الزوز، كسروا له الشبكة في راسه، مكونوا في رجليه الزوز بالسواقر، متاكل ولدي متالي بالعض، تقرير الطبيب الشرعي يقول هكا، هنا أول ما يتهموني يتهموني هنا في القصرين، بعد ما يتهموني هنا في القصرين، نمشي كما اتهم إلى منطقة بتاع القصرين، نتعذب وكل شيء، بعد العذاب شكون عمل له هذا الكل؟ مرته تقول باي وعمل له هذا الكل، مرتي تقول تتهمني انا اللي عملت في ولدي كي، وانما وانا ولدي ما عملتش فيه حد شيء. دوب ما يعودوا قدام كل جمهوريه تستعرف مرتي، تستعرف اختها امام كل جمهوريه. بعد استعراف هذا عككوا يروحوا. هنا ولدي مازال في باب سعدون بالكي بشهاده طبيه بكل شيء. شنو عككوا؟ شنو عملوا؟ عطوه فلوس. عطوه رشوه. عطوه الرشوه. عطوه الفلوس. انت متعاركة مع مرتك، فما مشاكل بينك وبين؟ ما عنديش معها ولو مشكلة، حتى مشكلة ما عنديش معها. خال بايرة بايها بنت خال بايرة ما خذها المرأة ذي. إيه هما علاش ضربوه هكاك؟ على شنو عملوا له؟ علاش عملوا له هكاك؟ عملوا له هكاك من أجل الكنز. أمس بركة نتسام، أمس بركة حبسوني زوز عوان على شطرة على ميتور بتاع نجدة، لابسين الكاسكة ما وجوه ما تبان عليهم شيء، حبسوني سموني. يا ودي قالوا لي رمز الزكراه بذهب برد دبر، يا ودي قالوا لي راه عملوا بمليارات مش مليارات برا، يا ودي قالوا شوف كيفاش. معناها الام فرطت في ولدها من اجل الذهب على خاطر الكنز، يعني خرجوا له عينيه، معناها خرجوا عينيه عمو زوز من كثر الضرب على راسه تكسر الشبكه. تو ودي باب سعدون تنجم تصوري حالته، ومازالوا حرين معناها ذوك مطلقين البر، حرين سايبين. قلت لك اللي عملوا هذا جدو سمي لي بالوحده نتاعهم، امه وخالته، امه وخالته، جدو اللي هو قداش من شخص هذوما الكل في الكل متشكل؟ كلهم 5 اشخاص. 5 اشخاص تحميو في طفل عمره 3 سنين، يهزوه للفحص على لغه عزامه، سمعي بلغه جنون، على اساس راهو الطفل لبساته جنون، يهزوه للفحص يطلعوا به الكنز هذا، يعبوا زوز كراب من ذهب. ما عليه لقاوه سي بون الكنز، طلعوا به الطفل الكنز ونطلع الكنز يطيشوه لي. هذا اللي يهرب بولدي هو وفريق، شنو يقرب لكم هذا؟ يهرب بولدي من سيدي حسين لسبيبه بالنقل نتاعو هو
يهربوا به لسبيبه، يقضوا بقضيتهم، بعد ما يقضوا بقضيتهم يطيشوا هولي في سبيطار القصري. هنا اي ماركس امس قابل نائب كل جمهوريه نتاع تونس اثنين، ما لقاش حق ولدي، تو نمشي لقرجاني ما لقاش حق ولدي، ولدي راه باش يموت، راه ولدي باش يموت، راه ولدي ركبت ما تزواج نائب عرض الدنيا، راه ما تزواج نائب، راه ما تزواج نائب جاه ربي الحسن، راني تو بركه نجيب القرجاني ما يقبلونيش، نمشي نائب ما تقبلنيش، قابل كل جمهوريه ما يقبلنيش. أنا دي ركبت، أنا دي أشوفها معايا في نفس عدو، أنا دي أسر تقريت بهم الشارع، تقريت بهم الشارع، راني خوكم جارب، راني استحكمهم جارب، راح أقول شهادة الطبي، شهادة الطبي راني دعات لي الدري، راني دعات لي بعرض الدري، هذا العريض اللي أعطاك كل هذا شهادة الطبي، شوف شهادة الطبي 100%، شوف شهادة الطبي 100%، صرت فيك تعطي 100%، 100% يدور في حال صراع. أنا دي مش تونسي، ايش هذا؟ تقرير كل جمهوري نقابلوا بيه وما يعطينيش حق، هذه كلها ماكله الرشوه، هذه الحكومه اللي عطيتها، هذه القضاة اللي عطيتها في حد في حد تتصرف على كيفها. أنا دي اعطوني حق ولدي، أنا دي اعطوني حق ولدي، انا بعرض دار الدنيا نعطي ولدي، ما نعطيش ورا، انا ما نعطيش ولدي بعرض دار الدنيا. يا رئيس الحكومه، يا رئيس الدوله، شوفوني حق ولدي، امي ما مساعدوني. هاي تقرير، تقرير الطبيب، تقرير الطبيب ايش يقول؟ من اجل الكيب السيجارو، من اجل الضرب في راسه، صرت فيك 100% العباد اللي تضرب في حال صراح، هذا كل بالفلوس، موجوده راه حكايه الكنوز في بلادنا، موجوده هذه الورقه توجد عند توجد عند توجد عند الورقه اللي هي اللي تطلع كنز باسم ولدي، سموني في ولدي من عمره عام. استهزيت بها الحكايه وما صدقتهاش، استهزأت بها الحكايه وما صدقتهاش، حتى صارت في ولدي، حتى صارت في ولدي، بجاه ربي وصلوا الصوت، بجاه ربي اشوفوا ولدي في باب سعدون، بجاه ربي اشوفوا تقرير باب الزرعي، الطابق الثاني في باب سعدون ولدي، بجاه ربي ولدي راني شايف الدريكه قاعد تبتش، بجاه ربي يشوفوني حق ولدي، راه ضاع ولدي، عمره 3 سنين جديد ذبوا، ايش عمال في الدنيا ذي؟ ما هو يطلع لي يقرك الذري ما هو يكبرني ولدي راني نفرح كي يقولوا لي ولدك باي مش نفرح يقولوا ولدك طلع بيه كنز يشمتوا بيه شمات هذيك كل علاش ما نلقيش حق ولدي اي مركز نمشي له في تونس ما نلقيش ياخذ الرشوة اي كل جمهوريه يقابلوا في هذه البلاد ما نلقيش ثاني كل جمهوريه يقابلوا قابل نائب كل جمهوريه بتاع تونس واحد امس مارك ما لقيش حق ولدي قابل كل جمهورية في القصرين في بيسخشوا ما لقيش حق ولدي بجاه ربي حق ولدي بجاه ربي راني ضاعت صغاري بجاه ربي هذا من اجل الكنوز هذا من اجل شنيا من اجل الذية بالله حسها يا رئيس الدولة حس انت في بلاصي ولدك يصير فيك هيك يا رئيس الحكومة حس انت في بلاصي ولدك يصير فيك هيك يا رئيس محكمة ولدك يصير فيك هيك احسها في بلاصي ولدي هاي شوفوه ما مساعدون بجاه ربي يشوفوا ولدي ما مساعدون بجاه ربي يشوفوا ولدي الفلوس الفلوس اللي جملوها هذه الكل من الكنوز ما هيش قادرة انها تداوي لك ولدك؟ ما مش قادر تداوي لي ولدي هذا الاشخاص ياخذوا الكنوز اللي هزوا الكنوز الكنوز هذه تعمل البليارات مش المليارات البليارات امس حبسوني زوز عوان امن لا بالزايله 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 نتاعها مسكرين وجوههم بماسك على ميتوري حبسوني يقولوا لي يا ودي راي الكنوز حبسوني في سيدي حسين يقولوا لي راي الكنوز اللي طلعوا عارفين معناها عارفين الكنوز اللي طلعوا في بالك بها يا ودي راي قالوا لي تشري تونس راه معبوا زوز كراب من ذهب من ذهب من ذهب زوز كراب من ذهب لويس كعب لويس تعمل 30 مليون عمل حسابك قالوا لي راك قالوا لي والله كي تشكي للقمر اللي عندك وين توصل جيت باش نرغي ينزلوا على الميتور ويندوا وماكش قادر معناها انك تويك تستغنى على القضيه هذه الكل وتاخذ الفلوس والله كي يعطوني من المشرق الى المغرب لا نزغى على ولدي نشوف فيه في الحاله هذيك لا لا نستغنى على ولدي انا نشوف فيه في الحاله هذيك هذا ما ناس خاص زي بيملك بالواحد وبلقب بتاعهم وكل شيء وبناي عمي ونعرفهم